دكتور عمر، أخيرا في محاور الانتقادات هذه، الإمام الصادق المهدي أيضا دخل على الخط مؤخرا وقال أنكم أخطأتم خطأ جسيما، لأن هذه المسائل الخاصة بالتعليم كان يجب أن تناقش في مؤتمر عام ولا تترك لقرارات فردية. الإمام الصادق المهدي جزء من الحرية الطبيعية، هذه ليست الدولة القديمة. تفضل. الحقيقة أنا عندي متابعة طويلة جدا جدا للسيد الإمام الصادق المهدي، وعندي نقد له كثير في أوقات كثيرة، وكنت بتمنى أنه السيد الصادق المهدي يخرج من عقلية الأخوان المسلمين ويخرج من ترديد كلام الأخوان المسلمين، لأنه النقد زي ده لما يجي من إنسان زي الصادق المهدي يفترض أنه يكون رجل مسؤول، لما يقول أنه القراي أخطأ خطأ جسيما أنت تقول الخطأ الجسيم هو كده واحد اثنين ثلاث، شنو الخطأ الجسيم؟ ربما أشار أنه كان يجب أن يقام مؤتمر عام. طيب ومين أدري الصادق المهدي أنه ما حيقام مؤتمر عام؟ نحن في الحقيقة في وزارة التربية والتعليم نخطط لمؤتمر عام للتعليم، ونخطط لمؤتمر للمناهج، ونخطط لورش عمل تخصصية للمناهج، ده كله. لكن الحاجة اللي هو قال في كلامه، قال أنه المناهج لا تترك لشخص واحد أو كعمل فرد. أنا ما أفتكر أنه هو لو كان متابع أنا قلت أنه هعمل مناهج بلاي هنا كفرد، بالعكس أنا قلت أنه حتى الحاجات اللي هو بيفتكرها حاجة مهمة زي المؤتمر ده ولا الورش، أنا بفتكر أنها دي مكفاية. أنا قلت أنه الشعب السوداني يضع مناهجه، وقلت أنه إحنا حنتواصل مع الشعب السوداني. طيب ماذا إن خرج المؤتمر العام الذي ستقيمونه بنتائج تختلف مع بعض مما ذكرته؟ ما هو أنا ما كل ما ذكرته أنا لازم يتطبق، لكن أنا داير أصلح التعليم. الناس اللي بيختلفوا معاي يطرحوا مسائل تانية لإصلاح التعليم ممكن نأخذ. جميل. طيب دكتور أستأذنك مرة أخرى، نستقبل أول اتصال من المشاهدين. الآن معنا يوسف السماني من ولاية الجزيرة. سيد يوسف، مرحبا بك في هذه الحلقة من دائرة الحدث. ما هو تعليقك على القرارات الأخيرة لمدير المركز القومي للمناهج وهذه المحاولات أيضا لتغيير المناهج ولإدخال بعض المواد الجديدة وأيضا العمليات المختلفة التي الآن تطرأ على عمليات المناهج في السودان؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أرحب بسعادة الوزير القرعي، أستاذ القرعي. في البداية بشكر كل الشعب السوداني وترحم على روح الشهداء وأثناء الجرحى عاجل الشفاء. نتمنى من زمان يعني. فقدنا الاتصال بيوسف السماني. يمكن لكل المشاهدين الذين يودون التواصل معنا التواصل عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة. طيب، قضايا السلم التعليمي دكتور عمر، على أي أساس ستتم العودة للسلم التعليمي القديم كما ذكرت؟ هل وفق لدراسة معينة؟ متى تمت إجازة هذه الدراسة؟ متى تم البحث فيها؟ علما بأن الفترة كانت قصيرة، ربما كانت قصيرة. هل تم الأخذ بتجارب دول من حولنا؟ كيف توصلتم لهذا القرار؟ نحن لم نتوصل لقرار السلم التعليمي. قرار السلم التعليمي توصل له المؤتمر اللي عقد في 2012، وفي ذلك المؤتمر طرحت عدد من السلمات التعليمية في الدول اللي حولنا، ووجد أنه السلم بتاع 6-3-3 هو من أكثر السلم التعليمي شيوعا في الإقليم اللي نحن فيه، وذكرت في المؤتمر ذاك أسباب لأنه ليه ما السلم بتاع 8-3 ما يستمر، وتناقش في المؤتمر ووافق عليه المؤتمر. الحاجة اللي احنا عملناها اللي هو السيد وزير التربية والتعليم لما انقرى المؤتمر الفات، والحاجة من الحاجات اللي وافق عليها فيما مضى انه السلم التعليمي يكون 6-3-3، فده ما وضعناه نحن لكن وافقنا عليه، وده ذاته بوري انه نحن ما ضد اي شيء عمله النازل. حتى هو عبد المحمود قال لي انت ما مفروض تبدا من الصفر، مفروض تستصحب معاك الحياة اللي قرروها الناس في المؤتمرات السابقه وكده، ناس الانقاذ نفسهم. وانا قلت له انا اي شيء مفيد بستصحبه معي، لان انا ما 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 هدفي انه انا دا يخش في ساحة عشان اهزم الانقاذ. يعني هذا القرار من القرارات المفيده التي كانت في السابق، قمتم انتم الان. أيوة، باقرارها. أيوة، نحن قررناه وبس.
ونحن بنغير الحاجة اللي بنفتكرها في صالح الطالب. حتى لو قال لنا أي شخص أنا كلمت قلت لك أنه التعليم بدأ بناس مستر جريفيس هم ما سودانيين أصلا. طيب ربما يتخوف بعض تتخوف بعض الأسر وربما نستمع إلى بعض الآراء بعد قليل، يتخوفون من خطوة العودة للسلم التعليم القديم باعتبار أن هنالك مشاكل تتعلق بالبنى التحتية، كيف سيتم التغلب على ذلك، توفير المباني اللازمة للمرحلة المتوسطة التي ستعود بكاملها، يعني قضية أيضا الآن العام الدراسي ربما في 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 خواتيمه، هذه القضايا التي تشغل الأسر السودانية هل لديكم تصورات لحلول لها؟ والله أنا أفتكر هي في مشاكل كثيرة جدا فيما يخص البيئة التعليمية، يعني الفصول حتى لو خلينا السلم التعليمي دون ما نغير الفصول، حتى بالنسبة للناس الموجودين ذيل بشكل هذا كثير منا انهار المدارس، وكثير من الطلاب بتاعنا أصلا ما عندهم مدارس بيقولوا تحت الشجر، وكثير من المدارس القائمة ما مفروض تكون فاتحة كمدارس لأنها حتى مرافق ما فيها، وكثير من الطلاب بيدخلوا في الفصل وما عندهم إجلاس بيجلسوا على الأرض. فدي قضايا كلها حلها في أنه أو سببها من الأول حصلت لأنه كان نظام الإنغاز لمدة 30 سنة بيجعل ميزانية التعليم نصيب التعليم من الميزانية العامة أقل من 1%. حكومة الثورة من أول اجتماعاتها وعدت في مجلس الوزراء بأنها ترفع نسبة التعليم ونسبة الصحة في الميزانية العامة. حتى في واحدة من لقاءات السيد وزير المالية قال ممكن التعليم والصحة يكون 54% من الميزانية. ونحن ما بنفتكر أن الدولة محتاجة لأنها تجيب مبالغ من برا عشان تدي التعليم، لكن بنفتكر أنها محتاجة تعيد التوزيع بتاع الثروة. إذا كانت الثروة بتاعتنا 70-75% بتمشي منها كانت للأمن وبتمشي منها للحروب وللجيش ولكده، دي ممكن ترجع المسائل دي للتعليم وللصحة لأن هذه أولويات، السلام أولوية على الحرب. فالمفاهيم دي لو حصلت بتدي التعليم دفعة كبيرة، لأنه دايرين نحسن البيئة، دايرين نحسن وضع المعلم نفسه. مهنة التعليم ما أصبحت مهنة جاذبة في السودان. جميل، أنا أستأذنك دكتور عمر، استقبل الاتصال الآن هاشم أحمد من ولاية الجزيرة. سيد هاشم مرحبا بك، استمعت ربما إلى حديث دكتور عمر القراي محاسب أحمد من ولاية الجزيرة، استمعت إلى حديث دكتور عمر القراي، ما تعليقه؟ معي على الخط سيد هاشم، سيد هاشم، هاشم وليس محاسب. والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا. إذا كان في تعليق عن المناهج، تعليق واضح إنه المشكلة في المواد، يعني نحن كآباء وك نعم سيد هاشم كثير من الواحد. نعم يعني يا هاشم معليش لو سمحت، يعني انا عندي طلب، اسمعني من التلفون مباشره يعني عشان نقدر نتواصل معك بشكل كويس، يعني تفضل كمل. اول حاجه المواد كثيره جدا، المواد كثيره جدا. طيب طوالي واصل كمل. المواد كثيره، نعم. تفصل المواد دي للسبعة مواد الاولى اللي نحن درسنا عليها. نعم، انت درست يا توسيل يا تو نظام 6-3-3، اللي هو 6-3-3. افتكر انه من انجح الانظمه. انت ولي امر، والد للتلاميذ قبل التلاميذ. انا عندي طلبه بيدرسوا في المدارس، يعني تجربه حاصله الان حاليه قدامنا ما قادرين نغطيهم، يعني ما ممكن الطالب يشيل له 17 ماده، يعني مستحيل طالب يفهم لك حاجه فيه، وكلام كله حشو وكلام كله فارغ، كلام ابدا ما مفيد للطلبه باي حال من الاحوال. يعني انت إيه، انا عندي مثلا 4 طلبه الان بقري فيهم ما قادر اقدمهم في اليوم، قادر اراجع اليوم لانه حشو فارغ. يعني الكلام ده ما بنقوله عشان نعيد دكتور القراي ولا نعيد الثوره ولا نعيد غيره. طيب جميل، احنا بنحييهم على جهودهم اللي هم قاعدين بيها الان، وهم في الحقيقه قاعدين بجهود كبيره جدا جدا، ونؤيد الفكره بتاعت انه
6-3-3. ليه؟ لأنه 6-3-3 نظام فعال بيطلع لك زول ممتاز، بيطلع لك زول كفو. نعم، أنت بتأيد 6-3-3 لكن عندك تحفظات على مسألة المواد الكثيرة، مش كده؟ المواد دي مفروض تبدأ من الابتدائي، تبدأ بمواد 3 مواد. جميل، طيب خلاص خلينا ننقل كل الاستفسارات دي. شكرا جزيلا لك سيد هاشم أحمد من ولاية الجزيرة، وشكرا على اتصالك أيضا بالبرنامج. يا دكتور عمر، يعني مسألة الحشو الكثير، يعني تلميذ يحمل في ظهره 10 كيلو 15 كيلو من المواد، ولا يعرف لغة إنجليزية، حتى اللغة العربية لا يتحدث اللغة العربية بشكل جيد، لا يحفظ حتى النصوص والآيات القرآنية الموجودة. يعني العالم الآن تطور، تجاوز هذه المسائل. صحيح. ربما الأنظمة التعليمية تجاوزت هذه المسائل. سؤال المشاهدين ربما جميعا، هل سيتم مراعاة التكنولوجيا وسائل الحديثة تخفيض المواد باعتبار المختصر المفيد يعني بالنسبة للطالب؟ بالضبط، أصلاً نحن قلنا كده وبعدين يعني قلنا أنه هدفنا من تخفيض المواد أننا نجيب نوعية جديدة من الطلاب، نجيب طالب ذكي، طالب بفكر تفكير نقدي، طالب بيتفاعل مع الأستاذ، طالب عنده نشاط في الفصل نفسه يخليه الدراسة نفسها محببة له، طالب ما عنده واجبات كثيرة. وأنا ذكرت أنه من أكثر المناهج التعليمية اللي هسه متطورة منهج فنلندا، وواحد من خبرائهم في التعليم قال نحن نجحنا في أنه نعمل منهج يعجب العالم كله وتعلق عليه الأمم المتحدة، لأننا اتخلصنا من جرثومات المنهج الستة. وذكر أنه أول واحدة فيها كسرت المواد، وكسرت المادة اللي بتدرس في المادة الواحدة، يعني قال المواد ذاتها عددها ما بندرس سبجكتس كثيرة، وأي سبجكت بندرسها بصورة بسيطة ومختصرة، ولغينا خالص حاجة اسمها الواجب المنزلي، لأننا بتوصيات جاتهم من علماء نفسه من كده أنه الطالب أحسن يمشي البيت ويلعب وتديه مادة بسيطة ويكون هو بحب المادة دي ويكون بفكر فيها، وده حيطلع لك الشخص أكثر علم وأكثر تأهيل ليتعلم في المستقبل من الطالب اللي أنت بتجي تخوفه وتحفظه بالجلد وتجيب له حاجات كثيرة جدا ما لها علاقة بسن ولا لها علاقة بواقع وتفرضها عليه. ستراعون لهذه المسألة طبعا يعني. طيب. ده الكلام الأول نحن قلناه، وقاموا هاجمونا الناس وبعض الناس اللي هاجمونا قالوا أيه نحن معاكم ولا يخفضوا المواد كلها لكن ما تخفضوا المادة التربية الإسلامية، مع أن هي مادة التربية الإسلامية أكثر حاجة، أنت أصلا لو دار تخفض المنهج لا تبدأ بها هي، لأنه الطالب بدل كان زمان كتاب واحد اسمه التربية الإسلامية بقى هسا في كتاب للقرآن وكتاب للفقه وكتاب للحديث وكتاب للسيرة لطالب عمره 6 سنين. جميل، هذا المحور سنأتي إليه بنقاش ربما أكثر معنا الآن.